هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تعلن انطلاقتي وتحدي هذا الشوط، شوطنا السابع الذي يحمل الإثارة والمنافسة القوية. ناخذ التحدي، ناخذ الإثارة، ناخذ تحدي هذا الشوط. المركز الأول والصدارة هناك على البداية، برق اللي على المركز الأول لسيد سعيد بن عبد الله بن عيد، بينما المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام على المركز الثاني القادمة بهذا الحضور وبهذا الأداء الجميل على ثاني المراكز تتواجد بحضورها وتواجدها مشاهدينا الكرام المتحدة لسيد علي بن خليفة بن سويف، بينما المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام بهذا الحضور المشرف أيضا حاملة رقم 74 تتواجد بشعارها الجميل وشعارها المميز. هناك أيضا حمد بن مسلم بالزفنة. والمركز الرابع بعيد عنا خلونا مع هذا التواجد، المركز الرابع حاملة شعار بن شطيف، وصل شعار بن كراز يتواجد أيضا بحضوره، ولكن عودتنا مع برق 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 كالبرق اللامع كالبرق اللامع على الصدارة. بسم الله ما شاء الله، أطلق لها العنان، أطلق الأوامر، أقلعت على الصدارة، طارت برق برق على المركز الأول، تأكد بأنها بطلة هذا الشوط، بطلة لهذا الشعار، ممثل الشويب الدايم سعيد بن عبد الله بن هادوم. الاكتبي سلام بو عبد الله، سلام بو عبد الله، سلام سلام على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه الشاه إذا برق في هذا الشوط. تهانينا لسيد سعيد بن عبد الله بن هادوم على فوز برق، اسم على من سمى برق، البرق هي حاضرة في هذا الشوط. المركز الثاني لسيد، ما شاء الله الدخول الجماعي الثنائي ما بين شعار بن سويف وشعار بن كراس، أما التوقيت دقيقتين 15 ثانية. تهانينا والناموس لسيد سعيد بن عبد الله بن هادوم على فوز برق بهذا الشوط.